امرأة حامل في الشهر الرابع وشعرت بآلام شديدة، فلما ذهبت إلى الأطباء قالوا لها لابد أن ينزل هذا الجنين لأن فيه خطر عليك، فماذا تفعل؟ وهل عليها دية إذا أنزلت هذا الجنين؟ ما يجوز لها تسقط الجنين إلا بفتوى، إلا بفتوى من أهل العلم، ما تأخذ كلام الأطباء. الأطباء يؤخذ تقريرهم ليعتمد عليه فقط في الفتوى، أما لا يقدم على الإجهاض إلا بفتوى من جهة الإفتاء الرسمية المعتمدة. نعم.